خد التخينة واوعى تخاف منها مخدة ومنها الحاف منها مساند على الكتاف وابو محمد قاعد متاف قلبي على طير قلبي على طير قلبي على لازم ايوه مش عارف لو قلت قلبي على طير على طول الناس هتقول طب لا الجديد علم عليه يا شباب 15 ايوه ممكن نرفع 1000 كل سنه اللي مشهور ابو جلوز عندنا وايه اخبار حصاده معاك ابو جلوز زي الفل زي الفل اهلا وسهلا بيكم مع الفلاحين نسألهم عن شغلهم عن تعاطفهم بالليل عن شهر رمضان لما سألناهم في شغلهم بالليل عن شهر رمضان قولوا سألهم طيبين يا ريت تعمل لايك للفيديو وتنزل تحت الفيديو تشترك في القناة قولوا سألهم نخش نسألهم واحد واحد نسأل حد رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين ولازم اللي يحصد يلبس كمامة عشان التراب وانتظروا الفيديوهات الكوميدية قريب على العيد ان شاء الله وكل سنة وانتم طيبين الحاج محمود والله زي ما بيقولوا كده كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الايام بخير ان شاء الله بيحصد في الليل وتعبان زي بعض هو ابو جلود هو ابو جلود والله لسه بيقول لي هو الوقت الشهرة بتاعته ابو جلود طب الحاج محمود احنا ما عرفناش شهرته على كده شهرتك ايه شهرتك ايه يا حاج انا بالخط ليه يا ابو حنف خلاص ولا ابو عمر اي حاجه ابو عمر حلو ابو عمر الماسك شكرين على اللقاء مع حضرتك ابو عمر على ايه عند اجل تعبان في عيلتي بس العيش الصح يعني ما نطلع ممكن حاج محمود تديني المحاج بس فاضي ايه انا مر الجديد دي صار دي بريج عارف لو طلعت الطلعه دي كلها تبقى معالي بس باين عليها الحصيله دي متعبه بدل المصور يا والله تخيلت التراب ده حلو وبسم الله ما شاء الله يعني القمح بيقولوا جاي السنه دي يعني و والله بالنسبه للقراط ولا ليه؟ لا بس انت يا حاج محمود كده تخرب الدنيا طب ممكن نسيب الحاج محمود بس السرايب واللي مكسح فيها ونروح للحاج ابراهيم اللي قدامنا يا حاج ابراهيم وعليكم السلام ورحمه الله ايه اخبار الحصيده معاك والله زي الطينه ليه ولدك ايه يا رايح ايوه ايه والله العيش مرتاح والحمد لله بينما نحصد الفدان ماشي في 25 درجة
خمسة شوية زبدة. طيب يا زلمة تكدوه لأنت كارل المفرد. لا كارل المفرد. الله. كم النظر؟ نظر 60 جنيه. 60 جنيه؟ بسم الله. بسم الله ما شاء الله والله حلو خالص. لا غالية خلي بالك حق شوي. هل نعمل طبق العيش ولا ننفذ البيوت؟ طب هي ممكن آخرها 50. لا والله ما أختار أقل من 50. يعني آخر كيف؟ يعني انت المفروض عشان ما تروحش بالغله وكده عشان ما تروحش بالطعام لما ناكل. لا صح الخبز. الخبز اللي لما ناكله هاي والناس. طب هنسيب الحاج ابراهيم الراجل الشعب اللي محافظ على الخبز بتاعنا ونروح للاستاذ التاني اللي جبنا ده ابو عبد الفضل واللي مشهور ابو جلوز عندنا. وايه اخبار حصادها معاك ابو جلوز؟ زي الفل زي الفل. يعني حصادها معاك كويس؟ حلوه يا عم زي الفل. صلحت صلح يا حاج فضل ليك انت السنه؟ يعني الحمد لله جابت معاك. الحمد لله ده فضل ونعمه من عند ربنا. وايه اخبار جلوز؟ كويس يا عم زي الفل. طيب الحمد لله. يعني انت عندك حاجه؟ طيب الحمد لله. وزي ما انتم شايفين الناس تعبانه قمح. الحمد لله جا. يعني الحمد لله جابت معاك؟ جابت. ايوه الحمد لله. والله والله يعني القمح جاب الحمد لله السنة. الحمد لله جاب يا بيه. ايوه يعني تمام الحمد لله. الحمد لله. واخبار الزراعه معاك؟ الزراعه 100 100. بس الايجار ممكن يرتفع يعني. مرتفع ربنا يرزقنا في الخير. صاحب الارض هيرتفع في الايجار. هو اصحاب الارض اللي ماسكين الدنيا. ايوه لا فعلا يعني ممكن. يعني بتأجر السنة دي متأجروا يا باشا ب15. 15 ألف. أيوة ممكن نرفع 1000 كل سنة 1000. كأن حصال يا بي. طب يعني احنا برضو هو ما هو هقول لك حاجة برضو. ما انت هو بيدولك ب15. انت هو بيجيب قمح قال لي حاجة بيقوله 24. الحاج إبراهيم بيقول لي 24. يعني انت لو حسبتها النهاردة كذا بتجيب مبلغ يعني. لا يا بي الحمد لله الجراط ماشي في أردب ونص. أردب ونص. طب أيوة. كويس الحمد لله. السنة دي الحمد لله. طب جايب الحمد لله. بس اصنص يا بوش بزنجر. طيب يعني الحمد لله انت اصحاب الارض يعني مدينكم سعر مرتاح برضو. انت بتاخد ال ما انت ناسك ماوي وزجية وفار. يلا ربنا ربنا معاك. ربنا معاك وكل حامل لما يقولها وانتم شغالين في التعب. يعني هو كان ديما بيعينا عشان ينيمنا. كان ديما يقول لي كلمه حلوه نقول اغنيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. قلبي على طيري قلبي على طيري قلبي على طيري. مش لازم اقول ايه قلبي على طيري على طول. بعد كده هتشوفه اقول ايه. طيري على قلبي طيري على قلبي طيري على قلبي. يعني ايوه لازم مره كده ومره كده ولا لازم؟ ايوه مفيش حاجه. لو قلت قلبي على طيري على طول الناس هتقول واه. طب لا الجديد اللي بعديها. طيب باقي الاغنيه بس كده هي اخرها كده. طب مفيش حاجه جديده تاني اشوف افكر. طب فكر ما انا معاك برضه مش هسيبك برضه. الحي زكريا ده كوميدي جدا على فكره. وكان ديما يقول لي برضه حته تاني. خد التخينه واوعى تخاف. منها مخده ومنها الحاف. منها مساند على الكتاف. وابو محمد قاعد متداف. الله. الثاني اللي جنبك مين اللي معاك جنبك ده؟ اخويا رضا. عم رضا. ايه اخبار الحصيده معاك عم رضا؟ 100 100. تمام يعني الحمد لله. لا لكن بس تعبانين يا. ليه بس؟ تعبانين كلها باله وكلها شغل وكلها جرى. هي اكيد تعب طبعا اكيد. بس شغل. لقمه العيش. اما اديني 60 جنيه. 60 جنيه.
طب مش كويس يا عم رضا ولا راضي يجيب لنا ميه نشرب ولا نعمل لنا كوبايه شاي. ده صاحب الارض. صاحب الارض. طب انت مش في واحد ماسكه هو اللي ماسك الانفار دي اللي بيجيبه؟ واحد اسمه ابراهيم. اسمه الحاج ابراهيم. طب انا مش بناكلوش اكل ولا شرب؟ مش راضي يجيب لنا المر. ده هو مشهور بزجمان جاي.